المفتتح برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري. الاجتماع تناول عدد من الموضوعات، على رأس هذه الموضوعات عرض التقدم في وضع الخطة القومية للموارد المائية اللي هي الخطة المعروفة ب 2037، وكمان التقدم في وضع خطط الموارد المائية المحلية للمحافظات. معانا الأستاذ وليد حقيقي المتحدث باسم وزارة الري. صباح الخير أستاذ وليد، أهلا بك يا فندم. صباح الخير يا فندم. حابين نتكلم اكتر شويه عن تفاصيل الاجتماع ده واداره الموارد المائيه عندنا. احنا في خطه اللي هي 2037، ايه اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، ايه اللي احنا بنحققه، وخصوصا ان احنا بنشتغل على اكتر من مسار، يعني فكره التعديات واداره الموارد وغيرها، فحابين تفاصيل اكتر من حضرتك. هو زي ما حضرتك قلت، هو اجتماع لامانه فنيه لمجلس اعلى لحمايه موارد المجهول المائي. المجلس الاعلى برئاسه السيد رئيس الوزراء وفي الوزراء المعنيين، يقرر هذا المجلس وزير الموارد المائيه والري. الاجتماع اللي تم كان عشان اولا مناقشه زي ما حضرتك قلت الخطه القوميه للموارد المائيه. احنا عندنا خطه كانت سنه 2017 السنه اللي احنا فيها دي. فكان الامانه بتناقش ما تم تنفيذه، ايه المعوقات اللي تمت وكيف نتغلب عليها، وفي نفس الوقت عايزين نحط خطه استراتيجيه لل 20 سنه اللي جايين من 17 حتى 2037 بتحدد ادوار ومسؤوليات كل وزاره، لان الحقيقه برضه وزاره الموارد المائيه والري المسؤول الرئيسي عن يعني اداره الموارد المائيه دستوريا، انما مش الوحيد، في وزارات اخرى كثيره معنيه في موضوع اداره المياه. اللجنه يمكن امبارح كان فيها ممثلين 9 وزارات اخرى غير وزاره الري، اللي كان على الاسكان، على البيئه، على الزراعه، على الصحه، على التنميه المحليه، على التخطيط، الماليه. الحقيقه العديد من الوزارات، مش عايز انسى حد، كلهم معنيين باداره المياه استخدامها وتسهيل استخدامها. طب استاذ وليد معلش، احنا الخطه طموحه طبعا، احنا بنتكلم على 2037، بس خلينا نتكلم في السنه دي زي ما حضرتك بتقول، ايه اللي اتحقق وايه اللي ما اتحققش، لانه في ملفات كتيره جدا، في موضوعات كتيره جدا احنا بنتكلم فيها على اداره الموارد المائيه وتحديدا حمايه النيل. ايه النقط اللي احنا المفروض نشتغل عليها بقى دلوقتي شفناها خلال العام ده تحديدا؟ الحقيقه الكثير من الموضوعات، ومنها موضوع التلوث على سبيل المثال، احد المشاكل، الموضوع اللي اتناقش في الاجتماع الاخير ده، موضوع التلوث ووصول التلوث في المجال المائيه والادوار المطلوبه من كافه الوزارات عشان اولا القمامة لا تصل الى المجال المائيه. الاصل في الموضوع ان يبقى في منظومه لجمع القمامة، يبقى في نوع من التوعيه للناس بحيث لا تنتهي القمامة في النهايه في المجال المائيه. يعني نشوف ده دلوقتي في كثير من المصارف عندنا كثير من القمامة، فده كان احد الموضوعات الهامه اللي نوصفت امبارح على سبيل المثال. استعداد لموسم الصيف اللي جاي، وهو موسم اقصى احتياجات، وكيف يتم التعامل معاه لتوصيل المياه لكافه القطاعات، وده برضه دور مهم الوزارات الاخرى في ترشيد استخداماتها للمياه في القطاعات المختلفه. موضوع التعديات نوصف برضه في الاجتماع الاخير، الحقيقه موضوع هام، احنا عندنا تعديات ضخمه جدا حصلت خاصه فيما بعد 2011. في 2016 يا فندم شلنا او ازلنا تعديات قد ايه يعني لغايه دلوقتي؟ احنا النهارده نقترب من 15000 حاله ازاله على نهر النيل، بتكلم على نهر النيل، كان وصلنا ل 50000 حاله بعد 2011. حملة القومية لانقاذ نهر النيل بدات في يناير 2015، في خلال الفتره دي 15 بتكلم على سنتين تم ازاله حوالي 15000 حاله تعدي. الحقيقه الموضوع فيه اصرار شديد، يمكن في الايام الاخيره تكثيف لهذه الحملات، احنا في يوم واحد يوم الخميس ازلنا 260 حاله على نهر النيل في 11 محافظه. الحقيقه في اصرار على ده، في اصرار برضه مهم جدا على مستقبلنا كيف نتعامل مع تحدياتنا المائيه المستقبليه. وده شيء مهم جدا جدا، ويتطلب توافر كل الجهات المعنيه والوزارات المعنيه في هذا الامر. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ وليد حقيقي المتحدث باسم وزاره الري، وزي ما قال الاستاذ وليد هي حمله قوميه لانقاذ نهر النيل، يعني دي حمله قوميه مش وزاره الري بس هي تبقى المسؤوله، احنا بنتكلم هنا على كل الجهات والوزارات، واحنا كمان كمصريين كمجتمع مدني مسؤول بشكل مباشر في الحمله القوميه. نعم.